رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. وإن شاء الله بحول الله وقوته أتينا إلى إخواننا في هذه البلاد لكي نذكرهم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبين مسائل مهمة حتى ينصلح حال البلاد وحال الإنسان. نحن عشان نمشي لقدام ونعمر بيوتنا وبلدنا، فلا بد من أن نتعلم دين الله سبحانه وتعالى. أول حاجة الإنسان يعلم إن ربنا تبارك وتعالى خلقك لعبادته سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقنا كلنا، في قوله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة، والعبادة دي معناها شنو؟ إن الإنسان يخلص لله عز وجل. أي عبادة من العبادات يصرف لله سبحانه وتعالى. لو عندك حاجة من حوائج الدنيا أو في الآخرة دار جنة الله، تسأل الله سبحانه وتعالى. تسأل من يا أخوانا؟ تسأل الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. داير تسأل، تسأل الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لما تسأل الله براو تكون عبدت الله. لو مشى سألت لك زول فكي في الحلة، زول فكي مات له 20 سنة مدفون في الوطن دي، قلت له يا مبتاري الحقنا وفزعنا وحاجة ما بيقدر عليها إلا الله، كده تكون أشركت مع الله سبحانه وتعالى. والبلد دي السودان ده كله ملان دجالين ومشعوذين. في البلد دي كم من واحد دار الزواج يمشي لواحد مجرم يعمل له نصيبة يقتلوا لك تب بالسحر ده، دم بتار ذاته قاعد في السوق بجاي هنا كويس، تلقى البيت اللوم واللبو ناس كويسين، فجأة تلقى الولد الشاكل مع أبوه والأبو طلق المرة تدعى برا، تعايل لهم كده ما بتلقى أي سبب منطقي إنه الناس دي تفرتكوا. السبب الخفي اللي انت ما عارفه، في مجرم في الحلة قاعد فارش له عروق، فارش هنا أخوانا فارش له عروق، يقول لك دايرك بنطط نطط بتاع الساكم. اي زول شفت اللي احنا جينا هنا، اي زول قال عنده عرق بنطط ولا قال جبخانه ما بتاكله جيبه هنا في المحل هنا ده، هسه جبخانه قاعده، هسه قاعده. قلت الحاصل اي زول عنده كلام زي ده كده اقعد 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 يا شيخ اقعد اقعد. اي زول قال كلام زي ده، قال لك سكين ما بتاكلنا، خلت بالك معي، ولا يقول لك كلام زي ده، ده يشيل شيلته. ريت الحاصل اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام افضل بني ادم خلقه الله يا اخواننا، منو افضل زول خلقه الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ما كده؟ عندك شك في الكلام ده؟ افضل زول خلقه الله سبحانه وتعالى. لما جاء في غزوة احد اليهود حفروا للنبي عليه الصلاة والسلام حفرة، والرسول عليه الصلاة والسلام وقع في الحفرة دي،
واحد من المشركين ضرب النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه، قام قال له أنا أبو قمة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال له قمعك الله. قال لما فيه حيوان في الخلا زي التيتل كده، تعرف التيتل، نطحوا قطعوا حتة حتة. ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب في المعركة وسال منه الدم. الشغل اللي بيقول لك ده بخارة ما بتاكلك ده شغل بتاع سحر. لما تقرا له آية الكرسي، تقرا له آية الكرسي، عرفت الحاصل؟ تقرا آية الكرسي أو تقرا له المعوذتين ده طوال شيطان ده بيتخارج، شيطانه بيتخارج. قبل كده هناك في واحد في السوق العربي هناك في خرطوم جا شايل له سكين وبطعن، ده جاي ساكت، ده جاي بيه سكين وبطعن في رقبته، قال ما بتاكلني. قلنا له امشي اعمل تعاهد هنا عند الشرطة، عمل تعاود هاي. الله أكبر، قال له قرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أنت الحاصل بعد مدة تقرأ قرآن بعد مسافة الشيطان قاعد له في الحجاب بتاعه ده، طبعا ده بكون غاشنه، بيقول له الحجاب ده قرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام ما في مبتاري بيديك حجاب بتاع قرآن. أنت الحاصل كل حجابات بتاع الشرك بالله سبحانه وتعالى كاتبينها بنجاسات وكاتبين فيها كلام. تلقى واحد لابس خاتم يقول له 15 في 15 في 15، ده كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكان هل النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس حجاب؟ ما ده سؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لابس حجاب؟ حجابه ده كان عامل كيف ذاته؟ ما ده سؤال. عم يشتري الشيخ علم الكلام ده، الدجال علم الكلام ده، قول لي حجاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل كيف؟ وكان مجلده بجيل الشنو؟ يا اخواننا ذات بشلو، زال بيشيل له ورقة بيكتبها له فكي في الحلة، يكتبها له واحد دجال ورقة، يكتبها له شايل ورقة ما شباوين، يقول لك الورقة دي أنا شايلة موديها للجلاد يجلد لها بجلد بتاع عتوت. أيوة، داير تجلد الورقة لشنو؟ يقول لك عشان الورقة ما تتقطع. طيب الورقة دي ما قادرة تحمي رقبتها، هتحميك انت كيف؟ ما ده سؤال، هتحميك كيف انت؟ فتعرف يا اخوانا ده شغل بتاع دجل وشعوذة، كله بتاع الحجبات ده كله شغل دجل وشعوذة، عرفت كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كلام بسيط، كلام بسيط، قال تقرأ قل أعوذ برب الفلق. أي جزر واقف فينا الشافع ده كان قلت له أقرأ بيقرأ، أسل الولاد ده لو جبناه قلنا له أقرأ بيقرأ، أي جزول ولو زول مسلم ما حافظ الصورة دي أتراه في خشمه. قالوا بلين فيكم بتاري بيعمل لك نصايب بيوديك بودرك، عرفت الحاصل؟ بودرك طب والله ناس كتار السحر ده شربون ماتوا. ويجي زول بيكتب، بيكتب لك طلاسم ده بالشريعة كافر. ربنا قال وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس شنو؟ السحر، عرفت الحاصل؟ عندنا واحد كان عسكري في الدلج بجاي، لقى له واحد بيبيع في حجبات عنده اخوه دفعته عسكري ساي، عنده اخوه دفعته، اللي قال لك الزول ده قال له والله ما تقوم من المحل ده نملاك هسه في الحته دي. قال له انا اول امبارح عندي صاحبي غشوه بالشغله دي مات، دقسوه كويس معاك ماشي هناك شربوا لك طوالي، عرفت الحاصل؟ ده كله شغل دجل. ويجي زول بيعلق لي عتوت في ذراعه هنا، تعرف انه الزول ده عقيدته خربانه لانه ما متوكل على الله سبحانه وتعالى، ما بتوكل. النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قال ما أخطأك ما كان ليصيبك وما أصابك ما كان ليخطئك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحاجة اللي الله كاتبها لك تجيك دي ما في كائن في الدنيا دي بيشيلها منك برا، الجايك ده جايك، والحاجة الما جايك دي ما بتجيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لو اجتمع الإنس والجن على ينفعوك بشيء، قال لن ينفعوك إلا بشيء غشنه قد كتب الله لك، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأي ذول بيابة كلام الرسول ده يمشي يفتش رقبته، ده ما عنده علاقة بالإسلام، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام أصدق من خلق الله. ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فده نوع، فزار اللي بيعلق لي حجاب ولا مش ليلهم بتاري بتاع عروق يقول لك عنده عرق بتاع محبة،
او يقول لك دايرك بتاع طبله. قال شوف له واحد هناك سيد شاي تشك، قال يطبل. قال طبعا ست الشاي ذاتها بتكون ما عارفه حاجه، عشان كده السحر مشى فيها، لانه بتكون ما قالت آية الكرسي. آية الكرسي دي اعظم آية في القرآن في سورة البقرة، الآية رقم 255، 255 من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. دي تقرأ بعد كل صلاة، تقرأ الآية دي كويس معاك، ولما تجي تدوم تقرأ الآية دي، وتقرأ قل أعوذ برب الفلق، وتقرأ قل أعوذ برب الناس. عرفت الحاصل؟ تقرأ ديل وقل والله واحد، تقرأ ثلاث مرات بعد كل صلاة، وتقرأ شنو الصباح والمساء كذلك، وتسأل الله سبحانه وتعالى من فضله عز وجل. فزال بيعتقد العقائد زي دي يا اخواننا، ده مشكلته كبيره جدا. وفي نوع تاني عجيب جدا، وقتك شايل لك كمون، شايل لك كمون، تعرف الكمون؟ معلق كمون في رقبته هنا. الكمون ده شنو؟ يقول لك ده ما جاء في السنه. الكمون صح جاء في السنه، لكن الرسول قال لك علقه في رقبتك؟ انت عارف بيعلق الكمون في رقبته ده عارف عامل كيف؟ ده زي زول عنده ملاريا، مشى الدكتور فحصوا له لقى عنده ملاريا، ادوه دواء بتاع شراب، فتيل بتاع شراب، بدل ما يشربه عمل شنو؟ علقوا في رقبته. ده بيبقى كويس؟ ده بيبقى كويس يا اخواننا؟ ما بيبقى كويس ده. الكمون ده تشربه، تسفه، تتمسح به، وتعمل زيت الكمون، فيه فوائد كثيره جدا العلماء ذكروها، لكن اصلا ما قالوا تعلقوه هنا. علقت قلت عشان يشيل مني العين، انت كده اشركت مع الله عز وجل، لانك جعلته ثواب، ربنا ما جعله لك شنو؟ جعله لك ثواب. يا اقرا كلام الله يا اخي، اقرا كلام الله. تلقى الواحد خدت له مصحف في مصحف في الدكان، لما اتملى تراب من فوق، تراب المصحف زمن طويل من رمضان الفات ما فتح له مصحف، ولا واحد تلقى شايل له مصحف خطيب العربيه قدام في الطبلون، المصحف لما انشرط زول فتحه ما في. عشان كده بنين فيك مجرم في السوق هنا يقول لك ده نشرح لك التيمم، هو ده ومبتاري ده انجز واحد في الحله، ده ذاته كانوا شغال مع شواطين، اصول ذاته ومبتاري ده شغال مع شواطين، اصول ذاته. عرفت الحاصل؟ فده موضوع طويل جدا، عرفت كيف؟ موضوع طويل خالص، وده كان كلام بسيط عن مساله ما يتعلق شنو بالحجبات. وانا افتح الفرصه ان شاء الله تبارك وتعالى للشيخ احمد البدوي، ذلك وصل اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.